السلام عليكم. بعدا انا فاطمه مدينه اسفي، كنت خدامه في سيدي كوكي من صويره لهي، خدمت قبل من كورونا. ايوا، وملي جات هاد كورونا سد لوبيرج، مشاو انصرف حالاتهم للدول ديالهم، بقينا حنا جالسين لا خدمه لا والو، ما كاينش حتى الخدمه، ولات بالواسطه ولات بالمعرفه. بقيت انا تنتشرد من بلاصه لبلاصه بزز، بس لقيت واحد البيت فين سكنت، تعاونوا معايا الناس والمحسنين، مرتبوا ليا وداروا لي الشرجم وداروا لي الباب، وكله بشويه بشويه، حتى دابا انا ساكنه وما عنديش ما نخدم، ما عنديش ما ناكل، تنخرج غير تنسعى قدام الجوامع وتندور من هكا لهكا وصافي. السن ديالي انايا تقريبا دابا حيد، دابا انا من 1900، انا من 1965، ولكن مع انايا عندي البنيه قويه وداك الشيء كنبان باقا شويه. مع حتى ديك لوبيرج كتخدمها فيه كان فيه الماكله مزيان وتيتهلاو فينا مزيان وكل شيء مزيان، تناكل مزيان. لا ما داروش ليا حيت جات كورونا وقبل ما نوصل للمده المحدده باش نصاوبوا ليا الوراق. اييه اوبيرج راه هو بحال لوطيل، فام دو ميناج، كندير لي شومبر، كندير لا كويزين ماروكان، كندير كل شيء. جيت لاسفي حيت انا اصلا مسقط راسي في اسفي، وجيت لاسفي لا ما عنديش الوليدات، ما عندي لا وليدات لا والدين لا والو، كاس عيب وحدي، وما عنديش ما ناكل، ما عنديش لي صير عليا ولا يعطيني شي حاجه. بيت نوجه الرساله لخوتي المسلمين، الله يجازيكم بالخير والله يرحم لكم الوالدين، تشوفوا من حالي ترحموني وتعاونوا معايا باش مقسم الله بيت عا باش نعيش، بيت انا باش نعيش بكرامه، حيت انا بدا عايشه بلا كرامه، ما عنديش كرامه ديالي. كنت عايشه بكرامتي بوجه حمار وعايشه بخير على خير، تنتخلص مزيان، تيخلصونا الكور مزيان، ومن من غير سميتو، من غير داك سميتو اللي تيعطونا ديك النصارى البورسونتاج ديالنا حنا وداك الشيء. دابا ما كاينش، دابا ما كاين والو، دابا ما عايشاش انا بكرامتي، مضرقه وخايفه وما عنديش، وتنطلب عندي العائله، ولكن دابا راه ما يعقل عليك حتى واحد، راه خوك وما يعقلش عليك، دابا حتى واحد ما عاقل عليا والو، عندي عائله وحتى واحد ما عاقل عليا فيها، نفس المدينه وخارج المدينه وكل شيء، وكلهم لاباس عليهم، ولكن ما كاينش اللي يعقل عليك، راك عرفتي هذا الوقت راه تبدلات الوقت. عندي اخت وحده ما كاينش والو، ملي انا وليت فقيره حتى واحد ما بقى عاقل عليا، بقاش يعيطوا لي حتى الطعيات كاع، وانا بقيت كنبكي. دابا دزت واحد المرض ديال العينين، دابا راه يلاه دوزت على الطبيب ب 4000 وخرج لي بوماده والتقطيرات راه كدير فيهم، دابا راه شوفي عينيا كي دايرين فيهم بوماده. عين المحسنين اللي عطاوني الفلوس باش دوزت، مرضوا لي عينيا ما بقاش كنشوف مزيان، كنمشي تيقول لك ما عندكش الولاد، ما عندنا كيفاش ندوي ليك، وكان عندك شي وليدات غنتعاونوا معاك، وخات ما عنديش وليدات انا نموت. حيت في, 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 في المغرب عندنا حنا أكثرية الناس اللي كيسولوا بحال محسن، كيكتبوا لك عندك شي وليدات نتعاونوا معاك، ما عندكش ما عرفتش انا كي ما فهمتش، انا ما فهمتش، انا راسي ما فهمتش. دابا تيجوا الناس تيسولوك تقول لي عفوا خويا الله يحفظك تعاون معايا، راه ما عنديش ما نصير، تيقول لك واش عندك شي وليدات، تنقول انا ما عنديش، ما تيعطينيش، يمشي تيعطي لشي مراه عندها الوليدات، هما تيشدونا وتيدونا تنحطوا خط يدينا وتيصورونا وتيرخونا، وهذيك الشوهه انا ما بغيتهاش، انا ما بغيتش، هذيك هي الكرامه اللي هضرنا عليها قبيله، ديك الهويه بحال يبغوا يشوفوها الهويه ديال يشوفوها الهويه ديالك. انا شدوني جوج خطرات في الصويره، جوج خطرات، مره ملي مات ديك 15 مع المره ديال بو العلام شدوني، وعاود شدوني مؤخرا في الغزوه، هي فاش انا جيت هنا. ربما هما من حقهم يعرفوا، حيت كاين الجرائم تيوقعوا بزاف، تيبغوا يعرفوا شي واحد يكون دير شي جريمه وربان وشي حاجه، الله اعلم، هما ديك خدمتهم تيديروها وصافي. لا تيرخونا صافي، ما كاينش مشكل، ما كاينش، ما عندناش المشكل حنا مع المخزن، عندنا مشكل مع الدوله كلها دير لنا باش نعيشوا، دير لنا باش نعيشوا، ما نبقاوش نديروا بحال هذا الشيء. تعطينا مثلا على 20000 ريال للشهر كاع وتخلينا 20000 ريال للشهر، انا نعيش بها، نعيش بها، نقدر نعيش بها، هي حاليا دابا 20000 ريال للشهر نعيش بها، كل شيء نعيش منها مخيره 20000 ريال وصافي، وما كاين حتى عمرهم ما يشوفونا حنا كان. اييه هذا هو المطلب ديالي، ولا كان لا كان كثر ما كراناش، وانا ماكسيموم 20000 ريال، انايا كنقول معنا بوحدي ما عندي لا وليدات لا والو، كنقول زعما كاين 20000 ريال تقدني. ما بغيتش نتزوج، انا ما بغيتش نتزوج حيت ديجا تزوجت وما عنديش الظرف الزواج، ما بغيتش بقاش بيت نتزوج صافي، انا ما بقاش بيت نتزوج، انا ما كنفكرش في الجواز، كنلقى اللي بيتزوج بيا ولكن ما بغيتش نتزوج معاه. تنخاف انا، تنخاف من الزواج، لاني ما عنديش، كيقول لك بحالك ما عنديش لا شونس، انا بغيت باش نعيش دابا، ما كنفكرش في الزواج ولا في الولاد ولا في والو، بغيت عا باش نعيش. لا انا عندي فين نسكن، علاش نمشي لدار العجزه؟ لا عندي فين، في دار العجزه ما عرفت، انا عمري ما مشيت دار العجزه، عمري ما مشيت لها،
جات كيدو شي واحد اللي ما عنده لا سكنه لا والو، واقيلا كيدو ما كيدوش الانسان عنده السكنه وداك الشيء. وانا خويا درت هاد انا هضرت في هاد من هاد المنبر باش نتعاونوا معايا الناس صافي، مابيش شي حاجه اخرى، بيتع باش يتعاونوا معايا المحسنين، لكن شي محسن يتعاون معايا باش نعيش وصافي. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.